اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى في فقرتنا الاخيره واصل حواري مع السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور محمود ابو النصر. دكتور محمود، في ظل الحاجات الكويسه والاحلام عندنا مشكله دائمه من المشكلات المنتشره الان، الحديث عن تسمم طلاب في مدارس تابعه للوزاره. اولا انا بس بنصح اولياء الامور والطلبه ان ما يمشوش ورا الاشاعات، لان احنا عندنا اشاعات كتير قوي الايام دي. احنا عندنا 3 محافظات حصل فيها اشاعات ان في تسمم، ممكن طالب تعبان واستفرغ يوم تسمم، الطلبه الثانيه بطنها توجعها، واحنا عندنا تجارب ايام الاغماء الجماعي لو تفتكر حضرتك. يعني معنى كده ان مفيش حالات تسمم اللي بنعرف عنها؟ لا، في 3 حالات حصلت او 3 مجموعات. حضرتك شكلت لجنه يعني ده بعد تحقيق؟ انا عندي تقارير طبيه. نعم. واللي بيقول عكس كده يجيب لي التقارير الطبيه. عندنا حاله اولاد اكلوا كشري وحصل لهم تسمم. كشري من بره؟ من بره، ما احنا ما بنبيعش كشري. في ولاد تاني كلوا البطاطس المعبأه في اكياس دي. نعم. ويظهر انها كانت اكسبايرد يعني، او متعرضه للشمس، او يعني كانت فاسده، فحصل لهم برضو تسمم. نعم. كان في طفلين كان عندهم برد، خدوا الوجبه المدرسيه، هم اصلا تعبانين، معدتهم تعبانه فاستفرغوا. ممكن نكون احنا السبب فيها يعني. نعم. لكن مجموعه 75 واحد بقى راحوا معاهم تعبانين رخرين وبطنهم وجعتهم. ده ايحاء يعني؟ بالايحاء. بعض ساعات الواحد يتعاطف، بعض ساعات الواحد عايز يخلع من المدرسه. فلما راحوا تم الكشف عليهم، طلع ان الوجبه ما فيهاش مشكله، لكن هم تعبانين يعني. فدول ال3 حالات اللي نقدر نقول ان احنا حصل فيهم في تسمم بالفعل. في تسمم، بس كشري، بطاطس معبأة، واطفال كانت تعبانة اصلا يعني. فقط الحاجات ده كلام على مسؤولية وزير التربية والتعليم. عندي التقارير الطبية بتاعت كل الحالات اللي اتقال عليها، وكان الاولاد اللي هو بيحصل نتيجة الاشعة بيروحوا، وبعد ربع ساعة بيروحوا، والتقرير الطبي عندي. اللي عنده عكس ذلك يوريني التقرير الطبي بتاعه. طيب سيادة الوزير، انا برجوهم انهم ما يمشوش ورا الاشاعات، برجوهم. احنا عندنا اشاعات كتير قوي الايام دي. صحيح. كتير جدا، ومعروف مين اللي بيعملها، ومعروف الاسباب بتاعتها. احنا الطلاب المصريين في ليبيا، ماذا سيتم في امتحانات المصريين في السفاره المصريه وما فيش موظفين في السفاره؟ يجوا يمتحنوا عندنا، يجي حد ممثل ليهم ونمتحنهم في المدينه التعليميه في 6 اكتوبر. حد ممثل يعني ايه؟ حد ممثل ليهم دول طلاب؟ كل واحد لوحده يعني. انا بشتغل في حته في بنغازي، والتاني بيشتغل فين، وكانوا بيتلموا ايام في السفاره في ليبيا. دلوقتي ما فيش سفاره. ولي امر واحد منهم بس يجي ويعرف لي اعدادهم ايه ونمتحنهم عندنا. طب ما فيش طريقه يتم التقديم فيها في ليبيا ونعرف من خلالها اي وسيله نعرف الاعداد يقدموا فيها؟ ما انا مش يعني لو انا عارف حجم المشكله وحجم الاعداد اقدر احدد، لكن عايز حد بس يديني معلومه عشان ابدا. طب هل هناك ايميل او طريقه للتواصل نقدر نقول لطلابنا اللي في ليبيا انهم يبعتوا على الايميل ده؟ او برضه 19151 نفس الرقم. نفس يعني الرقم. يتصل من ليبيا على نفس الرقم. ده شغال 24 ساعة. انا اقصد ان عشان اقدر احصر العدد، لو في موقع في حاجة يقدروا يدخلوا عليه. على موقع الوزارة موجود، وفي الايميل وفي كل حاجة. هل يمكن ان دلوقتي حضرتك بتقول لهم يدخلوا على الموقع ويسجلوا بحيث نعرف العدد ويتم اتخاذ قرار في هذا الاطار بالشكل فورا ده؟ فورا. طيب كويس قوي. انا طبعا عندي ورق كتير جدا، انا هدي لحضرتك المكتب حضرتك يدرسه ويشوف. حاضر. يعني كل حد بعت لي عن بنته وعن نفسه هتكون في ايد امينه عند السيد الوزير. حاضر. كانكم اتكلمتوا بالظبط. سياده الوزير، المدرسين اللي شفناهم دول كده خلاص ما عادش عندنا حد تاني نقدمه ندخل مسابقات نكسب نفوز؟ لا، احنا النهارده كان في مسابقه الروبوت لطلاب التعليم الفني، 12 فريق. مسابقه الروبوت؟ الروبوت. ايه الروبوت دي بقى؟ الانسان الالي بيعمل جيمز وبيعمل حاجات. احنا دلوقتي يعني زي ما بنهتم بالمعلمين كمان بنهتم بالطلاب، لان الطلاب هم اهم مخرج لينا، اهم هدف من اهدافنا. فاحنا كان عندنا 12 فريق النهارده بيتنافسوا على مسابقه الروبوت. فريقين فازوا، هم دول هيسافروا امريكا الشهر الجاي. مسابقه بقى، المسابقه العالميه للروبوت طلبه التعليم الفني، ان احنا من ضمن اهدافنا الاهتمام بالتعليم الفني. فهنعلمهم بالمشاريع، هنعلمهم بالمسابقات، هنعلمهم بمدرسة جوه المصنع، هنعلمهم بمصنع جوه المدرسة، هندربهم. نعم. تدريب حاجة من الحاجات المهمة قوي. أنا يعني بس عايز أشكر اللواء أحمد جاد رئيس أكاديمية الشرطة ومساعد الوزير الداخلية،
نعم. لأنه بيتعاون معانا تعاون قوي جدا في التدريب وبالذات في إدارة الأزمات والإعلام وحاجات أخرى، عنده فريق عمل بيتعاون معانا كويس قوي. ويمكن من ضمن الحاجات اللي أنا هعملها الأسبوع الجاي إن شاء الله إن أنا أروح أعمل ندوة لشرح الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، لأن برضو مهم قوي نظبط الشرطة وطلبة الشرطة تعرف إحنا بنعمل إيه. وأنا بشكره شكر جزيل على تعاونه معانا ومدد إيده، كل حاجة بنعوزها هيعملها لنا إن شاء الله. طيب ده كلام جميل سيادة الوزير. 70-70-70 احنا وصلنا لفين؟ احنا عملنا مبادرة مع حضرتك والحمد لله جابت نتيجة كويسة، اللي هي جدد فصلك واكتب اسمك تمام ب3000 جنيه. وحضرتك قلت لي بس عملنا حساب مختصر كده. أيوة. فعملنا حساب مختصر رقمه 70-70-70 البنك الاهلي المصري. اي انسان عايز يجدد فصله يحط 3000 جنيه في هذا الحساب ويكتب اسم المدرسة، ولو عايز فصل بعينه يكتب رقم الفصل هنجدده بالكامل. لو عايز يعمل حاجة اكتر في نفس الفصل ويجيب سبورة ذكية يبقى 6000. يبقى 6000 جنيه وهيتكتب اسمه على الفصل. وحضرتك وعدتني ان انت طبعا ما احنا اتفقنا وانا خدت فصلين فصلين ماشي. ايفون من الجيزه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ خيري. اتفضلي يا استاذه. اهلا استاذ خيري، انا وياك الدكتور محمود. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك. احنا اصحاب مراكز معتمده من وزاره التربيه والتعليم، كلنا كمراكز معتمده من وزاره التربيه والتعليم بندرس كورسات كمبيوتر وانجليزي واداره اعمال وكل الشهادات دي بتطلع بشهاده مصدقه. فاحنا فكرنا الشهاده المصدقه دلوقتي ملهاش اي حاجه في المجتمع، فقلنا ان احنا نغير الانشطه ونعمل زي تدريب مهني لتغيير لتطوير التعليم في مصر، او تعليم الطالب الخريج اللي هو خريج من ثانويه عامه وما عادلها اللي هم واخدين 50% ما بيقدروش يتاهلوا ان هم يخشوا الجامعه. فاحنا هنقدر بالنسبه للمراكز بتاعتنا عندنا استعداد ان احنا ناهلهم لتعليم فني، فني هندسه، فني كهرباء، فني تكييف، واحنا مستعدين ان احنا بالنسبه لنا المراكز للتطوير بالكامل، ان احنا مستعدين مش عايزين من الوزاره اي حاجه غير ان الوزاره ان الطالب لما يجي يدرس عندنا ان الوزاره تقول ان فعلا المكان ده يصلح ويشرف علينا، بتشرف علينا وزاره التربيه والتعليم ان المكان ده يصلح لتاهيل الطالب ده للتدريب الفني، وان ده يقدر ان احنا يخش مجال العمل الحديث لاي مكان ولاي شركه يلاقي سوق العمل مفتوح ليه. تمام بشكرك جدا يا استاذ ايفون. واضح استاذ ابراهيم من القاهره، اهلا وسهلا. الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتفضل. صباح الخير استاذ خيري. صباح الفل. صباح الخير معالي الوزير. صباح الخير يا فندم. معاك الدكتور ابراهيم رفعتي. اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ الله يسلمك. اتفضل يا دكتور. طبعا اتمنى لسيادتك الصحة والعافية. ربنا يخليك. وباسم اولياء الامور والمدرسين ارجو الاهتمام بصحتك. حاضر يا فندم. استاذ خيري انا هقول مشكله التعليم الخاص. اتفضل يا فندم. وزياده في عدد وزياده في الفلوس. احنا بيجينا زياده في المدارس الخاصه. طب ممكن تعرفني حضرتك بتشتغل ايه بالظبط؟ انا اسف يعني اغفر لي جهلي. لا مش تمام حضرتك. قول لي حضرتك بتشتغل ايه بالظبط عشان احنا والمشكله فابقى فاهم بس. ايوه فاغفر لي جهلي. هقول لك كده. رئيس مجلس اداره الجمعيه المصريه المستقله للمدارس الخاصه. تمام اتفضل يا فندم. وفي نفس الوقت رئيس مجلس امراء لجنه التعليم في المديريه. طيب اتفضل يا فندم. احنا عندنا الشريحه اللي قال عليها معالي الوزير اللي هي من 3% ل7% من الاساسي، دي حسب قيمه المصروفات. احنا عندنا مصروفات التعليم الخاص من 1200 ل12000. ال 3% ل7% على حسب قيمه المصروفات. تمام. عندنا الحاجه الثانيه
السنه دي 10% علاوه اجتماعيه اللي هو الغلاء المعيشي، ودول بيتكرروا كل سنه. ايه الجديد السنه دي؟ الجديد السنه دي ان المدارس الخاصه ادت 50% من الاساسي كادر معلم رقم الجزء الثاني، فدي اللي زودت المصروفات. انا اطلب من ولي الامر قبل ما يقدم شكوى لمعالي الوزير يروح الإدارة التعليمية ويسأل المدرسة الفلانية دي زادت كذا ليه؟ هيقولوا له زادت كذا عشان الشريحة كذا، 10% كذا، كادر المعلم كذا. لو لقى غير كده يبقى المدرسة دي مخالفة، لو ما لقاش غير كده يبقى تمام. بشكرك جدا دكتور ابراهيم رفعت. هدى طالبه من 6 اكتوبر، اهلا يا هدى، ده انت اخر تليفون، هختم بيك يا هدى. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. بشكر حضرتك جدا وبهني سياده الوزير، وبشكره جدا على المشروع اللي هو عمله، وبشكر كل المدرسين اللي شاركوا في المشاريع اللي تبع مايكروسوفت. تمام. انت في سنه كام يا هدى؟ انا في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي، جميل. سهران ليه يا هدى؟ مش لازم تنامي يا هدى؟ نعم، مش لازم تنامي بكره الجمعه؟ لا طبعا، يعني مصر اهم من اي حد ينام، واي حد يعني ده وقت الشغل ولازم كلنا نشتغل، يعني ما فيش وقت للراحه امام كده يعني. طيب قولي لي، عايزه تسالي السيد الوزير في حاجه؟ انا كنت عايزه اتكلم، يعني ان ده يعني شيء مش غريب على مصر، يعني العقول دي يعني مش مصر مليانه عقول كويسه جدا، بس للاسف ما كانتش لاقيه امكانيات خالص ان هي تطور من نفسها، ما كانتش لاقيه بيئه حواليها تساعدها على ده، نظام تعليم ياخد بايديها، كل الكلام ده. يعني الفرق مثلا انا لما اجي اقارن ما بين تعليم، يعني التعليم اللي انا بتعلمه والتعليم بره، يعني بره مثلا بيحاولوا يطبقوا، بيشوفوا نظريات وبيحاولوا يطبقوا ان يلغوا ان في حاجه اسمها ورقه وقلم، كله شغل يبقى على الكمبيوتر. فقدام ده احنا هنا من اول ما عرفنا يعني ايه كمبيوتر، يعني ما يقارب 15 10 سنين واحنا بندرسه في ماده نظريه يعني عقيمه، يعني فطبعا يعني فرق فظيع يعني، بس يعني بعرف يعني ايه، لكن انا ما اتعلمتش يعني، حتى اللي انا بتعلمه وبحفظه كل ده يعني ده شيء من ممارستي انا للكمبيوتر عارفاه، فمش يعني فمن انا اقعد احفظ ومصطلحات ومش عارف ايه، فهو ده الحاجه اللي انا كنت بشتكي منها بصراحه. زي ما حضرتك سالت مستر تامر ليه احنا بنكره ماده الفيزياء كده، هو ده حضرتك قال لحضرتك ان دي ماده عملي ومتحوله لنظري. هي مشكله كبيره، انت بتكثفي المشكله وهي جزء من الحل في المناهج والتدريب. بشكرك يا هدى جدا. عايز ارد بس على السيده ايفون، الجزء بتاع مراكز معتمده من وزاره التربيه، هل ممكن تتحول لمعاهد فنية تطور التعليم الفني؟ هو بس الخوف من المراكز دي انها تتحول لدروس خصوصية، لكن انا ممكن اقابل الاستاذ ايفون ونشوف المشروع بتاعها. يا ريت تيجي الوزارة ونقابلها ان شاء الله. اي وقت ولا تيجي تاخد ميعاد؟ لا لازم تيجي تاخد ميعاد. طيب يبقى تروح الاول تاخد ميعاد تقول انا ايفون بتاع سي بي سي، وممكن تاخد الميعاد برضه من 19151. 19151 بعض الساده المشاهدين اتصلوا قالوا احنا بنتصل على النمره دي ما حدش بيرد علينا اساسا. لا الساعه كام؟ لا مش دلوقتي. لا ده هم بيقولوا انهم حاولوا يتصلوا بيها احيانا ما حدش بيرد عليهم. لا هو في ضغط طبعا. نعم. لكن لا بيرد. انا بجرب يعني كل يوم كده اجرب مره يعني. طيب سؤالي الاخير او سؤالين. أنا الأستاذ الدكتور إبراهيم رفعت قال لي المدارس الخاصة من 1200 ل 12000، في حين إن إحنا بنسمع عن مدارس ب 30000 وب 40000. لا دي المدارس الدولية. ما إحنا عندنا في مدارس ناشونال وفي انترناشونال. الناشونال هي المدارس الخاصة اللي بتتبع المنهج المصري بتاع المدارس الحكومية. المدارس الدولية؟ المدارس الدولية اللي هي بقى الأمريكان والبريتش والأي جي والأي جي والأي بي والكنديان دول من حقهم يحط ديدو السعر اللي هم عايزينه. لا حتى ده مسعر، بس مسعر بقى بتكلفه عاليه لان بيجيبوا مدرسين اجانب وبيقدموا موازنه، يعني اي مدرسه بتيجي تحدد مصروفاتها ازاي بتقدم موازنه. نعم. مصاريفها قد ايه؟ اللي بتصرفه على الامكانيات والمعامل بتاعتها قد ايه؟
وبيتحط لهم هي مفترض المدارس دي غير هادفه للربح. لا هو مسموح لهم بالقانون ان هم ياخدوا بحد اقصى 15% مكسب وده برضو حصار شويه قليل شويه فبيخلي الحقيقه ما بتبقاش كده. يعني الحقيقه مش دي الحقيقه ابدا طالما القانون بقى واحنا بنغير القوانين طالما القانون خانق كده فمش هيدوم فرصه يبقى في وضوح وشفافيه طول الوقت. لا القانون بيتغير زي ما قلت بيتغير يعني هذا الجزء هيتغير في القانون ان شاء الله مع السنه الجايه هيبقى في قانون ان شاء الله كويس يليق بالشعب المصري يعني بإذن الله. أخيرا كنت بتكلم عن التحرش وكان معايا السيدة المحترمة سكينة فؤاد وبتكلمني عن قانون هيطلع الرئاسة بتدرسه ومجلس الوزراء وافق عليه لتشديد العقوبات في التحرش. المشاهد اللي بنشوفها كلها فيها عيال صغيرين طلبة مدارس صغيرة، هل يمكن أن يكون في المناهج التعليمية جزء في هذه المنطقة لتوعية الأولاد الصغيرة وشرح ده؟ هل ممكن أن التعليم يكمل الجزء القانوني في هذه المنطقة؟ احنا عندنا ثلاث حاجات يعني عاملينها مهمة جدا. عاملين كتاب اسمه القيم والأخلاق للمواطنة وده هيعطى المعلمين وهندي لهم دورات تدريبية عليه وهيختصر في كتيبات صغيرة كده للطلبة. عندنا ظاهرتين أو أكتر يعني بس اللي أنا فاكرهم دلوقتي ظاهرة التحرش وظاهرة العنف. نعم دول بالاشتراك مع الجهات المعنية بتخش جوه المناهج عندنا. هتبقى مادة اللي هي زي ما كنا بندرس التربية القومية لا ومش مجموع ومش اهتمام. لا احنا يعني بندمج الحاجات دي. احنا زي ما قلت لحضرتك مناهجنا هتتعامل مع التفكير العلمي ومش هتعتمد على الحفظ والتلقين. في حاجات لازم تتحفظ زي القرآن طبعا. لازم تتحفظ، قوانين لازم تتحفظ، لكن مش هتبقى معتمد على كده. هتخش الحاجات جوه المناهج. احنا عاملين لجان وتأليف ومراجعين وعلماء ووزارة الثقافة مشتركة معانا، وزارة الداخلية مشتركة معانا، وزارة الدفاع مشتركة معانا. في حاجات قيم وحاجات مهمة جدا لازم تخش في المناهج. يعني نتفائل. يعني لازم. حضرتك هنقعد هنا طبعا، لا ممكن اشوف حضرتك قبليها بس مع بداية العام الدراسي الجديد هجيب لحضرتك كتب ونماذج وهنقعد نتكلم في المناهج ونراجع مع بعض. طيب ده كلام جميل. انا بشكر حضرتك جدا على سعة صدرك وعلى كل اللي عملته على مساعدتك لينا في ان احنا نعمل حاجه مع شباب سينا. بشكر حضرتك على كل حاجه وعلى النماذج المشرفه اللي شرفتنا النهارده. ربنا يوفقك. كل مره نجيب حد كويس ان شاء الله معانا باذن الله ان شاء الله. بشكركم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. غدا في الثامنه عندي حلقه خاصه هيكون معايا سيدي الحبيب علي الجفري والدكتور اسامه الازهري في حلقه خاصه بكره من الثامنه مساء ان شاء الله. مصر بخير طول ما انتم بخير. صباح الخير.